رشيد بوجدر، هل تؤمن بالله ربا؟ لا. هل تؤمن بالإسلام دينا؟ لا طبعا، نفس الشيء، سؤال نفس سؤالها. وهل تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، محمد رسولاً. هل تؤمن به رسولا ثم فسر؟ لا. ألو داعش؟ الروائي الجزائري رشيد بوجدرة يتراجع عن إعلان إلحاده ويقول إنه مسلم ويدافع عن المسلمين. أيوة و مثلا في بعض فوق الأوقات طلبت مني، قالت هل أنت مرحب؟ فغضبت، لماذا هذا السؤال؟ وبرد فعل يعني تلقائي، رد فعل يعني قلت لها أنا مرحب يعني بالغضب. وبعد قلت العكس وتحدثت عن الإسلام وتحدثت عن كيف وظفت الإسلام في أعمالي كلها من البداية يعني.